السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه اليوم ان شاء الله كيف ما كنت كنحضر معكم عيد ميلاد ديال ولدي غادي يدور اليوم ان شاء الله ست سنين كيف ما كتشوفوا انا باقا ما كملتش يعني باقيين بزاف ديال الحوايج كيف ما كتشوفوا المهم انا غنوريكم داكشي اللي وجدت قبل ما يجيو الناس وهذا باقي مازال خصني نقطع داك الخيط باقي بزاف ديال شي تخربيق خصني نديرو المهم ما بقى لي الوقت نسجل حتى حاجه يعني فاش كنت كنوجد وهذا ما قدرت نوجد ونسجل حتى شي فيديو وهذا راني غناخذو غير 10 دقائق دغيا وغادي ندوز ان شاء الله نمشي نكمل باذن الله المهم هنايا نفخات كيف ما كتشوفوا درت هذه باش ندير ليه فيها درت ليه فيها ست سنين درتها بهذيك البوكي وما بقيتش قدرت يعني ما بقاش ليا الوقت دابا هذه راه ثلاثه ها نتوما كتشوفوا راه باقي ما نقصتش ساعه عندي الربع هي ثلاثه وقسمين ربعة وقسمين هنا هي ثلاثة وقسمين وما بقى لي والو يعني بقي بقى مدعوقة ما قدرتش نبقى نكمل يعني كنت بغيت نديرها عالية ولكن ما بقاش لي الوقت كنت باقا بغى نزيد منها نفخات وندير واحد البوكة كبير ولكن ما بقاش لي الوقت هنا كيف ما كتشوفوا درت هادوك الديناصورات تمايا ونفخات لصقتهم في السقف هنايا درت الباقي ما درتش تما شحال من حاجه غادي نحطها كيف ما قلت لكم هنا درت القرعات ديال الماء غير الوليدات واخا كاين الماء في القراعي الكبار اللي كنت غلفتهم شريت هادو ما غياكلهمش المهم انا غير بغيت نعمر بهم وكما كتشوفوا راه ما درتش الحلوه ليهم بزاف وداكشي يعني ديك السقاطه وهذه ما درتهاش بزاف درت غير هادوك وهاد هادو اللي ما فيهمش يعني الجيلاتين صافي وحاولت نبعد من الفانيد وداكشي ما درتش بزاف هنايا زينت بواحد اش كتقولوا ليه الارو واحد الدواره هي هذيك اللي كتكون راه كتشوفوها تمايا كيبانها سميتو دوك اللي كيديرو بهم البنات لا دونس وهذا خديتها ودرت بها هذاك هذاك سميتو هي ما يعني بحال نص ديال الهلال وحده راه تفرقعات اللور كحله كانوا جوج كحلين تما وحده تفرقعات وما عندي الكحل كانوا جاوني غير اربعه في الباكيه وزينت بهاد بهاد الطريقه هنا درت غير النص ما ما بقاش ليا الوقت غير بوحدي زينت هنايا درت هذاك حتى هويا بحال القوس ورصقت هذاك الديناصور تمايا لصقت هذاك تما درتو حتى هويا في غير واحد الورده ماشي بوكي غير ورده وهذاك ديناصور اخر لصقتو الفوق يعني هذه هي البلاصه كيف ما كنقولوا باقي ما حطيتش شحال من حاجه باقي الكاب كيك باقي شحال من حاجه ما حطيتهاش هذا هاكا هي الميده والهيه راه هي الميده فين غيكونوا الدراري الصغار هنا غادي يكونوا كلهم الدراري الصغار راني باقي ما حطيت حتى شي حاجه كما كتشوفوا حطيت غير البسكوي مالح وداك الشيء يلاه كنوجد يعني بغيت نشارك معكم شحال من حاجه انا حطيت شويه ديال الصابلي للوالدين اللي غيجو الكبار نعطيهم هكا المناضه ولا اتاي هذه لا درتها انا يا بوحدي صيبتها حتى بوحدي جات زوينه يعني غلفتها غل بالكاناش ولداخل درت لا ولا كريم والف وهذا الفواكه الجافه ودول سيديلاتشي هو الكريم كراميل هذيك باش درتها لداخل هنا درت واحد شجيرة يعني واحد ديناصور يعني بحال ردينا يعني غادا بقيت غدا في نفس الريتم هذو غير قريعات ديال الماء هكا حطيتهم كما الفيديو اللي وريتكم سجلتهم هنا غادي ندير شي حاجه حيت عندها دا داك الكروسه مهرسه من داك دا القنت غنشوف نحط شي حاجه تما باش ما تبانش وزيدون ما غير البال بنادم ما فيهم بنادم تحكار ما فيهم ما, ما كينش بزاف كاين ها كتشوفوا هذا هو سميتو تما درت السميه ديال ولدي راه هي عاوتاني كما قلت لكم غنزيد نجبدها ونلصقها مزيان باش بغيتها تجي بحال هاكا يعني بغيتها تجي مجبدها هاكا لاصقه غنزيد نلصقها وهذا هو اللي كان هذا هو الفيديو ديالي غادي نوريكم من بعد غنحاول نسجل وغا الا ما هضرتش ولا هذا غادي نوريكم داكشي الاخر اللي باقي غادي نحط نعمر واحد البطيبيطات غادي يدير واحد المسيم منات معمرين دي واحد مع بحال العجينه ديال البيتزا درت فيها غير ما ليا الوقت يعني تدعقت يعني سيمانه وانا كنوجد وما بقاش ليا الوقت غادي نحط داكشي اللي باقي وان شاء الله غادي نوريكم هكا غير منو منه وكان هذا هو الحفله ديالي بولدي اللي دار ست سنين الله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم ويخلي لكم ما عليكم المهم انا غادي ملي غنسجل نكمل داكشي غادي نحاول عاوتاني نسجلوا معكم ان شاء الله تسجلوا واخا فيديو نحيد ليه الصوت واخا يكونوا الدراري وداكشي وهذا هو الاقتراحات ولا بغيتو كيفاش نوريكم كيفاش المهم انا درت غير بالزربه بغيتو نوريكم هاد المره كيفاش تزوق كيفاش تنفخوا النفخات وديري البوكي ديروا ديرو يعني داكشي ديال الدراري الصغار خليوها ليا في التعاليق وان شاء الله نشارك معكم كلشي وكان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم نشارك معكم عيد ميلاد ديال ولدي وهنايا كيف ما كتشوفوا يعني دازو دازو غير التصاورات اللي خديتهم ما قدرتش نكمل نصور ما صورتش يعني الماكله كامله وهذا كنت بوحدي يعني في الاول بديت في الاخر الحمد لله نجاو الناس وجاو صحباتي وهذا عاونوني جمعنا راكم عارفين الوليدات تبارك الله كانوا, كانوا شويه ديال الوليدات راكم راه يكونوا غير بعض ديال الدراري راه كتنهضرو الروينه ما بالك تيكونوا 10 ديال الوليدات ولا هذا يعني عاونوني صحباتي وهذا جمعنا كان هنايا الميدا درتها كامله طويله درتها بالخضار كان معت فيها شي 12 هكا 12 دري درت سريبيتات بالكيسان هنا درت واحد الطارطه ديال الحامض الكبار كان راه داها واحد البلاطو ديال الصاب اللي حتى هويا ديال الكبار درتو يعني باش شربنا الكبار اتاي وشربنا المناضه وداكشي آه كان عاوتاني الطبيطات عمرتهم جاوا زوينين بنان بزاف كان واحد المحينشات هما عامرين بالكفته يعني داكشي كله ما سجلتوش اه لي كاب كيك اه كان درتهم بالزبده يعني ديال بالزبده السويسري بالكريمه السويسريه اللي بالزبده وب وبالمورانغ جاوا حتى هما غزالين بزاف يعني بزاف ديال الماكلة ما وجدتهاش يعني حيت تعقست وكنت عييت وغير بوحدي ما نكذبش عليكم وصل بيا ديك الخمسه تاع باش غيجيو الناس كان خصني نقلب على واحد ساعتين اللي نقدر نزيد نعطي فيها للناس وداكشي سمحوا لي على الصداع يعني